باهي، تو هذا الدرس الثاني في اللغة العربية اللي هو السراج المنير. السراج المنير، طبعا السراج المنير في هنا عندنا مناسبة تو في شهر ربيع الأول اللي هي مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. السراج المنير هي نشيد أو قصيدة لحسان بن ثابت. هذا حسان بن ثابت شاعر، شاعر وصحابي من أصحاب رسول الله، هو من الأنصار، من قبيلة في المدينة المنورة اسمها قبيلة الخزرج باهي. وهو لما أسلم قعد يألف في أشعار على الرسول وعلى وصف الرسول ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام، والنشيد بتاعنا هذا من مدح الرسول أو وصف الرسول. حنقرأ النشيد: نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد. لاحظوا هنا نبي عندي شدة عالياء، هذه ياء مش ألف مقصورة لأنها تحتها نقطتين، وفوق الشدة تنوين. كيف ننطقها؟ نبي، نبي كويس. بعدين أتانا، هنا عندي مد بالألف بعد التاء وبعد النون. نلاحظ ان الالف ما فيش فوقها حركة، والحرف اللي قبلها فتحة، اذا حتكون مد بالالف. اتا اتا ونا، هنا عندي حتى هي مد بالالف لان عندي الالف ما فيش فوقها حركة والنون فوقها فتحة. كويس. يأسن عندي هنا تنوين بالكسر، يأسن، وعندي فترة تنوين بالكسر. نلاحظ ان هذه تاء مربوطة، ننطقها تاء وهاء، فترة وفترة. من الرسل، الرسل هنا عندي ألف، ننطق الألف اللام شمسية ما ننطقهاش. كيف عرفتها شمسية؟ لأن فوق اللام ما فيش فوقها سكون، والحرف اللي بعد اللام اللي لقيت عليه شدة، إذن هذه حرف شمسي أو اللام شمسية. نقولها الرسلي، ما نقولش الرسل، الرسلي، ما نقولش الرسلي، نقول الرسلي. والأوثان، هنا اللام قمرية، غير هما ناسين مش كاتبين السكون. الأوثان لام قمرية، والأرض لام قمرية. كويس. نقرأ السطر اللي بعده: فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند. كويس. أمسى معناها الكلمة، معناها جاء، كأنه هو يقول كأنه كان ظلام. أمسى معناها من المساء. أمسى سراجا اللي هو السراج اللي هو توا أنتوا تقولوا له فانوس، الفانوس. سراجا مستنيرا، طبعا حيكون منير. وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند. الصقيل المهند السيف، لأنه هو مصنوع في الهند، فهذا علاش قالوا إنه مهند. عندنا أمس هنا قلنا الألف هدية ألف مقصورة ما فيش فوقها نقط. سراجا عندي هنا مد بالألف وعندي تنوين بالفتح. مستنيرا مد بالياء وتنوين بالفتح. هاديا عندي مد بالألف وتنوين بالفتح. بقى المهند هنا نلاحظ إنه في شدة، شدة ومعها فتحة، حنقول المهند. نقرأ السطر اللي بعده: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. هذه ألف، هذه ألف، لكن هي بعدين حتاخذوها اسمها ألف وصل. في ألف قطع اللي نلقى عليها الهمزة نسميها ألف قطع، واللي ما عليهاش همزة نسميها ألف وصل. ننطقها ألف عادية، غير من نقولش ما ننطقش الهمزة. نقول وضم الإله اسمه، اسمه، ما نقولش اسمه، نقول اسمه، اسمه، لأن هنا ما عنديش همزة. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. إذا قال في الخمس المؤذن مؤذن أشهد. إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. ضم عندي شدة وفتحة. هنا لام قمرية. الإله اسم النبي عندي السكون، طبعا لاحظها النبي هنا اللام
شمسيا، لاحظ ان الحرف الشمسي لازم يكون مشدد اللي بعد اللام. النبي عندي شدة ثانية، إله هذا حرف اسمه، إذا قال في الخمسين، اللام قمرية، لاحظوا هنا الهمزة، لاحظوا الهمزة، ما تعدلوش على الواو، هذه الواو طريقة للكتابة بس، لكن لما ننطقها ننطق همزة عليها فتحة أ أ، كان لقيت همزة فوقها ضمة بنقول أو، لكن هنا فوقها فتحة بنقول المؤذي في شدة نو أشهد. نقرأ السطر اللي بعده، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وشق، هنا عندي شدة، له من اسمه نفس الشيء، قلنا هذه ألف الوصل، ليجله عندي شدة، فذو مد بالواو، العرش لام قمرية، محمود تنوين بالضم، وهذا مد بالألف، محمد شدة. جو نقرأ السطر اللي بعده، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. ما احنا هنا الله مرات نقول الله ومرات نقول الله، كان الحرف اللي قبل الله فتحة ولا ضمة نقول الله، كان الحرف اللي قبلها كسرة نقول الله. ليش نلاحظ أنذرنا نارا، عندنا تنوين ومد بالألف نارا، وعندنا أنذرنا حتى هي مد تنوين بالفتحة، علمنا شدة، الإسلام هنا لام قمرية، غير مش كاتبين السكون، الإسلام مفروض يكتبوا هنا السكون، الإسلام عندي حتى هو مد بالألف، فالله عندي شدة نحمد. السطر الأخير، وأنت إله الخلق ربي وخالقي، عندك هنا لام قمرية في الخلق، وربي فيها شدة، خالقي عندنا مد بالألف ومد بالياء اتنين مع بعضهم، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، عمرت عندي شدة والناس عندي شدة لأنها هي اللام شمسية. نشرح الكلام هذا، نبي من هو النبي؟ هو سيدنا محمد، أتانا جانا معنا بعد يأس وفترة، يعني خطر الناس قعدوا فترة طويلة من سيدنا عيسى مع جاهم نبي، قعدوا فترة طويلة من الرسل والأوثان في الأرض تعبدوا، فبعد عيسى عليه السلام ما عادوا ولوا يعبدوا في الله وحرفوا الدين المسيحي، وبدوا الناس في بعض المناطق يعبدوا في الأوثان اللي هي الأصنام اللي هي حجر يديروا فيه شكل إنسان ويبدوا يعبدوا فيه يعتبروا فيه إله، فهو كان ظلام، علاش؟ هو تشبيه شبه الحياة كأنها ظلام لأن ما فيهاش دين يعبد من الله سبحانه وتعالى، كأن كانت حياتهم ظلام، فكان النبي كأنه سراج، كأنه فانوس فيه ضوء ينير وهادي يهدي في الناس، يلوح كما لاح الصقيل المهند، السيف طبعا يلوح لأنه هو طويل ويلمع في لمعة، كأنه هو شبه الرسول، كأنه سيف وفيه ضوء كما لاح، كأن ضوء السيف اللي هو مصنوع في الهند، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، يعني كيف ضم الإله إلى اسمه في الأذان؟ احنا مش لما احنا نقولوا الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هنا ضم الله سبحانه وتعالى اسم النبي إلى اسمه في الأذان أو في الشهادتين، وشق له من اسمه ليجله، يعني هو اسم محمد جاء من اسم الله لأن محمود، فذو العرش محمود معناه الله اللي هو ذو العرش، محمود هو محمود، وهذا محمد معناها محمود مشتق أو جي خدو الحروف متاعه من اسم محمود اللي هو ذو العرش، وأنذرنا نارا وبشر جنة، الرسول أنذرنا من النار وبشرنا بالجنة لأن فيها نعيم وفيها خلود، وأنذرنا من النار لأنها هي يتعذب بها المشركين والعاصين،
وعلمنا الاسلام. يعني احنا من غير الرسول ما نعرفوش الاسلام، ما نعرفوش ان في صلاه وفي زكاه وفي صيام وفي حج، وكيف احنا نعامل بعضنا وكيف نفشو السلام. علمنا الرسول الاسلام، فالله نحمد، نحمد الله ان جاب لنا الرسول مش احنا علمنا الاسلام. وانت اله الخلق ربي وخالقي، انت يا ربي انت اللي خلقتني، يعني انا عبدك ما حييت، معناها لحد ما نموت وانا عبدك، بذلك ما عمرت، معناها ما عشت في الارض وعمرت في الناس حتى ما عمروا الناس، نشهد انك انت خالقي ونشهد ان الرسول نبي. نشوف معاني الكلمات. نبي اتانا بعد يأس وفترة، معناها النبي هذا من هو ربي ارسله، اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام، بعد فترة من انقطاع الرسل. الأوثان في الأرض تعبد، من هم الأوثان؟ هم آلهة عبارة عن حجارة، من يا إما يكون من خشب من لوح، وإلا من فضة، وإلا من حجر يكون على شكل تمثال. يلوح كما لاح الصقيل المهند، معناها الرسول كأنه هو الصقيل المهند اللي هو سيف مصنوع في الهند. شق له من اسمه ليجله، معناها الله سمى الرسول محمد، جاي من المحمود، معناها من المحمود. من هو المحمود؟ من هو اللي نحمده احنا على نعمه؟ اللي هو الله سبحانه وتعالى. فالله نحمد، معناه نشكر الله على انه هو هدانا للطريق المستقيم. بذلك ما عمرت في الناس، ما عمرت في الناس اشهد، معناه انت ربي وانت خلقتني وانا نشهد بهذا، ما احييتني طول ما انا حي. كويس، نشوفوا الأسئلة متاع السراج المنير. ماذا كان يعبد الناس قبل الإسلام؟ نفس الشيء طريقة الإجابة زي ما قلنا في درس مفتاح المحبة، احنا بنحو أداة الاستفهام ماذا، بنغطيها وبنغطي العلامة متاع السؤال، معناها لما بنبدأ نجاوب نقول كان يعبد الناس قبل الإسلام. شنو كان يعبد الناس قبل الإسلام؟ الأصنام. كان يعبد الناس قبل الإسلام الأصنام. السؤال اللي بعده، من النبي الذي أتانا؟ النبي الذي أتانا محمد عليه الصلاة والسلام. به، وطبعا نسيت نقول لكم لازم احنا نحطوا نقطة لما احنا نكملوا الإجابة بتاعنا، لازم نحطوا نقطة. علاش؟ لأن هذه جملة مفيدة، بعد ما كملت السؤال نكتب النقطة. زي توا عندي على السبورة، نشوفوا مع بعض. نكتب ماذا كان يعبد الناس قبل الإسلام. هذا سؤال عليه علامة استفهام في النهاية. النحي يعني أداة الاستفهام والنحي علامة الاستفهام. هنبدأ الإجابة، كان يعبد الناس قبل الإسلام الأصنام، ونحط نقطة في نهاية الإجابة بتاعي لأن هذه جملة مفيدة، ما دام جملة مفيدة لازم نحط نقطة. إذا علامة السؤال علامة الاستفهام، وعلامة الإجابة النقطة لأنها جملة مفيدة. نور لي تاني للأسئلة، أمتى أتانا الرسول؟ بعد يأس وفترة، بعد يأس معنى يأسنا من الرسل وفترة طويلة. ب، بما وصف الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الثاني. وين البيت الثاني؟ أهو، أمسى سراج المنير. مش قلنا احنا وصف الرسول بأنه هو سراج منير، وصفه وصف ثاني بأنه صقيل مهند، وصفه وصفين، أن سراج فانوس وصقيل مهند اللي هو سيف. صار بنحي علامة السؤال هي علامة الاستفهام وأداة السؤال هي بما. نقول وصف الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الثاني بالسراج المنير أو المستنير والصقيل المهند، وصف بوصفين. كيف ضم الله اسم النبي إلى اسمه؟ ضم الله اسم النبي إلى اسمه بأن
شق من اسمه، اسم محمد. يعني احنا كيف ضم الله اسم النبي الى اسمه؟ وين؟ وين؟ في الاذان. اذا حنقول ضم الله اسم النبي الى اسمه في الاذان. ولا احنا لما نقول الاذان بنقول اشهد الله ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لماذا سمى الله نبيه محمدا؟ سمى الله نبيه محمدا، ليش سمى محمد؟ تعظيما له، يعني تعظيم للرسول، تعظيم لي، لان محمد باش يحمدوا الناس، لانه باش يعظموه. اذا لماذا سمى الله نبيا محمدا؟ تعظيما له. باهي، اذكر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمتها من البيت الخامس. وين البيت الخامس؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شنو وظيفته؟ أنه بينذرنا من النار ويبشرنا بالجنة ويعلمنا الإسلام. إذا ما مهمة النبي؟ مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمتها من البيت الخامس أنذرنا النار وبشرنا الجنة وعلمنا الإسلام. بما يشهد الشاعر ما عمره الله، بما يشهد الشاعر؟ شو نقول نحن؟ شنو يشهد الشاعر؟ يشهد الشاعر ما عمره الله أن الله هو إله الخلق وخالق الكون. أنا أنت إله الخلق ربي وخالق، أن الله إله الخلق وخالق الكون. هذه هي الأسئلة متاع الدرس.